الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم يا رحمن بجلائل النعم ويا رحيم بدقائق الانعام فانت رحمن الدنيا والاخره ورحمهما صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الذي جعلته مظهرا للرحمنيه وسرا ساريا بالرحمه للعالمين بتجلي الرحيميه صلاه احمد بها رحمانيتك واشكر بها رحيميتك فترحمني بها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك فلا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم اللهم يا ملك ويا مالك صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي ملكته الكوثر والشفاعة والمقام المحمود والحوض المورود صلاة تملكنا بها أعمارا في طاعتك وألسنة في ذكرك وقلوبا في مراقبتك وأرواحا في شهودك وأسرارا في حبك وإيثارك على كل مطلوب يا من يؤتي ملكه من يشاء اللهم يا قدوس صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي قدسته عن الهوى بهواك وهديته وهديت به فكان نجم هدايتك وعلامات وبالنجم هم يهتدون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلاة تقدسنا بها عن كل وصف وفعل وقول يحجبنا حتى نكون بك ولك يا رب العالمين أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعانيها شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة والمدفون بجوار سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري بسفح المقطم بالقاهرة المعمورة عمرها الله بالإيمان. الوجه 18 في حديث رؤية المولى عز وجل وهو الحديث 47 من هذا الكتاب يقول فيه دليل على أنه لا يخرج إلى المحشر من جميع النيران إلا جهنم وحده. احنا قلنا النار دي دركات ولها 7 أبواب. الأبواب النيران دي اللي هيدخل فيها الكفار، إنما المؤمن الموحد العاصي لو دخل النار لا يدخلها من أبوابها، بل وهو يسير على الصراط يقع في أعلى سطحها، وهي الطبقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى نار تنقية وترقية وليست نار عذاب للموحدين. أما نار العذاب فلا يدخلها الموحد أصلا مهما كان عصيا. نار العذاب دي يدخلها الكفار. المسلم مهما ارتكب من معاصي إذا دخل يدخل أعلى سطح جهنم اللي هي نار تنقي حتى يكون صالحا لدخول الجنة، تنقيه من شوائب معاصيه، لأن لا يصلح أن يدخل الجنة بشوائب المعاصي، فلا بد أن هو ينقى. كما أنك تأخذ مثلا المعادن المختلطة بغيرها تضعها في النار حتى تنقيها من غيرها، فإذا صهرتها في النار أنت تصهرها لا لتعذبها بل لتنقيها. فكذلك النار مع المؤمن العاصي نار تنقية وترقية، وبالتالي يبقى لا يظهر في المحشر
إلا نار الترقية والتنقية، إنما النيران التانية هيدخلوها من أبوابها وإحنا مش هنشوفهم، هيتبعوا كل طائفة تتبع من كانت تعبد من دون الله ويدخلوا من أبواب النار، مش هيمشوا على الصراط. اللي هيمشي على الصراط، الصراط ده طريق الجنة، اللي يمشي عليه الموحد بس. واضح؟ الموحد اللي يمشي على الصراط هيمشي بسرعة عمله، والصراط هيعد ليه على قدر عمله، إن كان عمله صالح يكون الصراط مريح ومنير، لدرجة إن المنافقين اللي هم داخلين مع الأمم الموحدة أول ما يقعوا على الصراط يقوم يلاقوا نور لحظة ويطفوا، علشان دول هيقعوا في النار، دول منافقين. يبقى المنافقين هيمشوا على أول الصراط لحد ما يقعوا، اللي هم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر مع أهل الإيمان لوجود نسبة تشريف بهم، ربنا يخليهم يطأوا الصراط لكن يحرموا من العبور فيقعوا. وعشان يقعوا لابد الدنيا تضلم قدامهم ويبقى الصراط بالنسبة لهم ضحض مازلة، أدق من الشعر وأحد من السيف، وعليه شوك كلاليب زي شوك السعدان. شوك السعدان ده اللي راح هناك في صحراء تهامة يعرفه، ده شوك كده طالع منه وملولو، بحيث لما يشبك في حاجة لو شبك في هدومك ما تعرفش تسلكه إلا إذا قطعت هدومك. شوف قد إيه، يعني من كتر ما يدخل في الحاجة ما تعرفش تطلعه إلا وياخد حاجة منها، يقطع حاجة منها، لازم يقطع حاجة منها. عشان كده يقول لك مخردل، مخردل يعني مقطع، فمنهم مخردل، مخردل يعني مقطع، ياخدوا شوك السعدان ده يقوم يقطع منه حتة، كل ما يحاول يسلك منه يقوم يقطع منه حتة. ده شوك السعدان ده موجود كلاليب، النبي شبهها بشوك السعدان، شبهها، لكن لا يعلم عظمها إلا الله. فالكافر خلاص هيقع في أول الصراط لما يلاقي الدنيا ضلمت. يقوم المؤمنين لما يشوفوا ناس كان أنار لهم ثم إيه أطفئ نورهم، يقولوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتمم لنا نورنا، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون إيه ربنا أتمم لنا نورنا. لما شافوا التانيين ضلموا بعد ما أناروا لحظة، خايفين بقى المؤمنين، يقوم يقولوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، في آخر سورة التحريم معروف بتوصف لك الإيه المشهد ده. وفي مشهد تاني بتوصف في سورة الحديد إن المنافقين هيخشوا مع الأمم الموحدة على الصراط، حاولوا يمشوا، يقوم ربنا يضرب بينهم سور، له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من جهة المنافقين، يقوموا كمان يلاقوا سد قدامهم ما يعرفوش يمشوا كويس. ومش كده وبس، وربنا يتجلى للمؤمنين يوم القيامة قبل ما يضرب الصراط، يقول لهم اسجدوا، يقوم المؤمنين يسجدوا عادي زي ما بيسجدوا في الدنيا، يسجدوا عادي. يجي المنافق حاول يسجد يلاقي فقاره فقرة واحدة، لو انت العمود الفقري بتاعك ده فقرة واحدة تعرف تسجد؟ مستحيل طبعا، عظمة هتتني ازاي. فربنا يخلي المنافق فقاره عمود الفقري ده فقرة واحدة، ويأمر الناس كلها بالسجود، فكله يسجد ويفضل واقف كده مش عارف يسجد. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يقوم يتفضح، يبقى مفضوح، يبقى المسألة هتتم فضايح تلو فضايح، ما هو يوم الفضيحة، فهمت بقى؟ فمش هيبرز من النار إلا الطبقة اللي هي فوقيها الصراط اللي هي سطح جهنم، يقع فيها المؤمنين اللي هيقعوا هيتعذبوا عشان يترقوا للجنة، واخد بالك؟ بعد ما يخرج كل المؤمنين منها هتبقى ملهاش لازمة، تقوم تفنى الطبق دي، تفنى لان ما فيهاش سكان، فهمت؟ وينبت فيها خضره، وباقي النيران التانيه الطبقات التانيه شغاله،
شغالة دي بقى إلى الأبد، ربنا ينجينا. دي بتاعت إيه؟ المشركين، ربنا ينجي. وربنا يعمل طاعة في الجنة، وإنت في الجنة تبص منها على أهل النار المخالدين، تشوف فرعون، تشوف هامان، تشوف هتلر، واخد بقى، تشوف ستالين، تشوف العالم المجرمين اللي قتلوا ملايين وكفروا بالله عز وجل. تتفرج بقى وانت في ايه؟ في الجنة، قاعد في الجنة، ربنا يفتح لك طاقة تشوف فيها. بس ليه؟ لان الانسان لما يشوف المعذب وهو في نعيم يزداد نعيمه. فمن باب زيادة النعيم ان ربنا يكشف لك حال اهل الجحيم. ومش كده وبس، واحيانا ربنا يكشف لاهل النار احوال اهل الجنة زيادة في حسرته. واخد بالك؟ كل ده يتم على ابد الاباد بقى، حيث لا زمن، مش هيبقى في زمن بقى خلاص، لانه مش هيبقى في حركة افلاك. ما هو الجنة ما فيهاش افلاك، لا فيها شمس ولا قمر ولا نجوم ولا حاجة بتلف حوالين حاجة، يبقى ما فيهاش زمن. ما هو الزمن عبارة عن ايه؟ حركة الافلاك. فلو توقفت حركة الافلاك ما بقاش في زمن خلاص، تفضل كده على طول، لا تكبر ولا تصغر، خلاص انتهينا، ثبت على كده. وده حال اهل الجنه واهل النار، لا في افلاك بحيث يعرفوا، لكن هتعرف الايام في الجنه برؤيه الله يوم الجمعه. كل يوم جمعه بقى ربك سبحانه وتعالى من الايام الاخره، هتبقى في ايام برضه، بس انت مش هتعرف تدركها بحركه الافلاك، هتدركها بطرق اخرى. يعني ربنا هيبعث ليك ادراك في الجنه تدرك فيه مواعيد تجلي الله لعباده يوم الجمعة. كل يوم جمعة ربنا يتجلى على عباده برؤية جديدة، فكلما تجلى عليهم برؤيته كلما استقلوا ما هم فيه من نعيم بلذة نظر إلى وجه الكريم. خدت بالك؟ هي دي بقى الايه؟ القصة اللي احنا عايزينها تبقى انت فاهمها. المؤمن هيمشي على الصراط بسرعة عمله، والصراط نفسه راحته أو صعوبته على حسب برضه عمله. والنور اللي هينور له طريقه على قدر عمله، فواحد نور مدخمس، واحد نور سهاري، واحد نور زي الشمس منور. يبقى الناس تتفاوت أنوارها على الصراط بأنوار إيمانها، كويس؟ يتفاوتون. وفي واحد تاني نوره يقطع زي ما بيعملوا كده هنا في المقطع، يقطع النور علينا كل شوية، واخد بالك؟ ليه؟ لأنه هو كان أحيانا يبقى من أهل الطاعة وأحيانا تانية يبقى من أهل المعاصي، أحيانا من أهل الطاعة وأحيانا من أهل المعاصي. ففترات المعصية ضلمة وفترات الطاعة نور، فتلاقي النور ينور شوية يجري خطوتين، الدنيا تظلم يفضل واقف، وواقف مستني ينور تاني، وهو واقف شويه في استريح، لهيب النار جاي على رجليه وعلى جسمه، بس هو على ظهر جهنم. فعطله مؤذيه، مش عطله يعني مريحه، يقول لك طب اما انام بقى لما ينور او استريح شويه. لا، في كافيتريات على الطريق، وطريق طويل، ولا استراحات، ولا حتى راجل بجردل يقول لك حاجه ساقعه وبيبسي، مفيش حاجات من دي، خلاص انتهينا. مفيش قدامك الا انك تقطع الطريق عشان توصل للجنه. ربنا كرمك الحمد لله وقطعنا الطريق وخلاص قدام الجنة اهو، نلاقي فيه بعد اخر الصراط وبينه وبين الجنة حتة اسمها القنطرة، النبي قال عليها القنطرة دي. خلصنا جهنم الحمد لله، وجينا بقى منزل كده اهو على باب الجنة عند سدرة المنتهى. المنزل ده بقى دي القنطرة. انت بقى طبعا خلصت جهنم، بتبص تحت، خلصنا جهنم الحمد لله، عدي، تبص تلاقي الرحم واقف لك يمسك في خناقك اذا كنت قاطع رحم، يمنعك من الدخول لحد ما ترضيه. واللي شتمته واقف مستنيك، واللي خدت ماله واقف على الامطره. فهمت بقى ازاي؟ فانت كل ما تخلص مصيبه تلاقي مصيبه، والمصايب دي مين اللي عملها؟ انت عاملها في نفسك. فهمت بقى المساله؟ فمن مصيبة لمصيبة وانت اصلا صانع المصائب ايها الانسان المكلف.
المقصر. يقوم ربك سبحانه وتعالى يجي لك عند الأنطرة اللي شتمته واللي خدت ماله واللي بصت له بصة وحشة واللي احتقرته واللي زعلته واللي حملته الهم واللي عذبته. الأم ساعات تربي عيالها تقعد تعذبه، تضرب العيال وتعمل اليوم تصوت في وشهم تعذيب، لا مش تربية بقى تعذيب. الأب يجي يربي عياله يعذبهم، المدير يمسك إدارة في العمل يعذب المرؤوسين، رئيس الجمهورية يمسك حكومة يعذب المواطنين ويخليهم يناموا في الشوارع وفي ميدان التحرير علشان يتخلصوا من المظالم، والناس طلعت من هدومهم ويرموا نفسهم في البحر علشان يعبروا إلى مكان يجدوا فيه عمل، يقوم كثير منهم يموت، واللي ياكلوا سمك القرش واللي مش كيقولوا ده تعذيب. كل العالم دي بقى تلاقي مستنيان رؤساء الجمهوريات على الأنطرة، فتلاقي على الأنطرة ملايين ومليانة يمسكوا في خناق مين؟ رؤساء الجمهوريات العربية وغير العربية والحكام. وكل من عذب إنسان يعذبه الله يوم القيامة. ربنا بيقول كده، إن الله، الرسول قال كده، إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة. فلازم الواحد يبقى في ذهنه هذه التصورات كلها اللي هي هتحصل، هتحصل يقينا والله العظيم هتحصل. ده ربنا بعت لنا الأنبياء والرسل 124 ألف نبي يقولوا لنا، مش جالنا خبر من واحد بس يقول لك خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب. لا، ده لو كان خبر واحد ونبي النبي لا يكذب، فما بالك ده مش خبر واحد نبي واحد، ده خبر 124 ألف نبي لا يشك إن هم يكذبوا في نفس. فيبقى ما نحلف إنه هيحصل نحلف فعلا غير حانسين. فطالما الأمور دي هتحصل بقى يبقى اتقي الله في التعامل مع خلق الله علشان ما تلاقيش حاجة على الأنطرة مستنياك، وتسارع في الخيرات علشان بقدر مسارعتك في الخيرات على قدر سرعتك على الصراط. لما يبقى إيه؟ أول ما يبقى في خير تفر عليه على طول بسرعة تقوم تمشي على الصراط زي الهواء، لأن أنت أول ما تلاقي باب خير تدخل على طول فيه. عشان كده أقول لك سارعوا سابقوا، ورسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. ليه؟ عشان بيدلك، لأن على قدر سرعتك هنا في العمل على قدر سرعتك هناك على الصراط. ويقول لك اوعى تشتم حد اوعى تأذي حد وتعمل. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم اللي كان الناس أعداؤه بتحبه، أعداء النبي كانت بتحبه وما خدتش عليه كلمة تخدش حياتهم، وهم أعداؤه فما بالك بقى أحبابه. وبالرغم من كده يقول إيه؟ من كنت جلدت له ظهرا فهذا بظهري فليتقي، من كنت أخذت مال منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من شتمت له عرضا فهذا عرضي. يجي يشتم علشان إيه؟ ما يجيش على الأنطرة يبقى في حق للعباد عنده. فهمت بقى المسألة؟ لأن النبي كان عايش الموقف، النبي كان شايف ويقول لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، مش كده برضه؟ فلازم نعيش هذه المواقف وانت بتتعامل مع أصدقائك في العمل ومع جيرانك ومع زوجتك ومع أولادك ومع أبوك ومع أمك ومع قرايبك ومع أخواتك وانت بتقسم الميراث، ومع شريكك في الشركة اللي انت بتشتغل فيها أو في العمل اللي انت بتعمل فيه، ومع نفسك. لازم تبقى فاكر كل الحاجات دي كويس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهد شديد وعظيم في تعريفنا بهذه المواقف. الأحاديث المتعلقة بالأحكام 500 حديث، وأحاديث النبي 60,000، ده اللي تدون تاخد منها 500 بس أحكام. طب و60,000 الباقي مواعظ، وبيقول لك يوم القيامة هيحصل إيه؟ يعني شوف أما تاخد 500 من 60,000 نسبة قد إيه بقى؟ نسبة يعني لو بتاع 2% 3% من الأحاديث في الأحكام بس. طب والباقي كل ده عشان تعيش المواقف الحقيقية اللي هي منتظراك أيها المسلم. فالنبي كان حريص علينا وخايف علينا، فلازم تعيش هذه المواقف كويسة وتبقى في حياتك عايش بيها ومتخيلها، لأنك لما تتخيلها وانت بتتخانق مع واحد مش هتسبه، تتخيلها وانت قادر على انك تعاقب انسان هتسمع، لما تتخيلها وانت تقدر تنتقم مش هتنتقم، هتسلم الأمر لله من قبل ومن بعد. لكن الإنسان ما يعملش الحاجات الوحشة إلا هو ناسي هذه المواقف.
لكن لو متذكرها خلاص. فاحنا عايزين نعيش بهذه الحقيقة، الحقيقة الكبرى اللي هي الموت وما بعد الموت. دي حقيقة ما حدش هيهرب منها، كلنا هنموت وكلنا هنخش قبر، وكلنا بعد القبر هنبعث، وكلنا لما هنبعث هنحاسب، وكلنا هنمشي على الصراط. فشايف بقى المواقف دي كلها، خليها هي نبراسك في حياتك، مش نبراس حياتك كلها اخلص الكليه اخد وظيفه كويسه اعمل تجاره اكسب اربح اتجوز اربي العيال اعيش حياه حلوه ابقى عندي اخد فيلا مش عارف في المنتجع الفلاني وشقه على شط النيله ويبقى عيش حياته كلها يعني لذائذ ارضيه لذات ارضيه. طب وفين الاخره؟ فين الاخره يا استاذ؟ ايه مشروع الاخره بذهنك يعني؟ من ضمن رغباتك في الحياه يعني؟ تيجي تقابل الناس نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ تسال الناس كده؟ اللي يقول لك عايز عربيه، والتاني اللي يقول لك مش عارف عايز انجح، والتالت يقول لك عايز اتجوز، واللي اتجوز يقول لك عايز اخلف، واللي خلف يقول لك عايز اربيهم، واللي ربى يقول لك انا عايز اصل حج. وكل حاجه كل واحد كده هو نفسه في حاجه بسيطه. لكن في حد منهم يقول لك انا نفسي ان ربنا سبحانه وتعالى يختم لي بخاتمه السعاده. ما تجيش في باله ليه؟ ما تجيش في باله ليه؟ لانه مش عايش المواقف، هو عايش حياه قصيره بس فاكرها انها هي كلها الحياه. لا، ده دي تعدي. دي كاننا بالظبط عامله زي شهر رمضان، عارف عمرك ده كله عامل زي شهر رمضان. تصدق ان النهارده ثالث يوم تراويح؟ كان امبارح بيقول الدكتور علي جمعه مبروك عليك ورمضان دخل، النهارده ثالث يوم. ولعلمك بعد لحظات كمان هقول لك احنا في عشر يوم، وبعد لحظات بقينا النص، بعد دخلنا في العشر الاواخر، بدانا الاعتكاف، خلص الاعتكاف، خلص العمر، هكذا كده. الحكايه كده حقيقه. فلازم بقى نعيش هذه المواقف. فبيقول هنا الوجه الثامن عشر فيه دليل على انه لا يخرج الى المحشر من جميع النيران الا جهنم وحدها. لأن النار كما أخبر عز وجل في الكتاب وكما أخبر عليه السلام في الحديث سبعة نيران، يعني كل نار من السبعة لها باب. فالأولى منها جهنم وهي التي يدخلها المذنبون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغير المؤمنين المذنبين، فمنهم من يقع فيها من على الصراط ومنهم من يدخل من بابها أعاذنا الله منها بفضله. وهنا بحثه ولم لما خصت هذه من جميع دركات النار بالخروج إلى المحشر دون غيرها؟ فالجواب أنه لما أحكمت الحكمة الربانية أن الصراط لا يجوز عليه إلا أهل الإيمان وأن الكفار لا يعبرون عليه فإنه إنما جعل طريقا إلى الجنة والكفار ليسوا من أهلها فلا يعبرون عليه وإنما يدخلون ما أعد لهم من الدركات على أبوابها. ومن أهل الإيمان من لا يكون دخوله النار إلا أن يقع من على الصراط فلم ينصب الصراط إلا على النار التي هي مختصة بأهل الإيمان لئلا يقع أحد من المؤمنين في نار ليست له حكم عدل بمقتضى حكمة الحكيم الذي ليس كمثله شيء سبحانه. الوجه التاسع عشر فيه دليل على أن أمور الآخرة ليست على أمور الدنيا في غالب أمرها. يعني أنت لما بتمشي في الشارع لو الشارع فيه مطبات يبقى مطبات على الكل. لو واحد من الأولياء ماشي يلاقي المطب، لو واحد من الفسقة ماشي يلاقي المطب. مش كده برضه؟ الدنيا ظلمت تلاقيها تظلم على الكل. هي كده في الدنيا. لا في الآخرة لا، تلاقيها تظلم على واحد وأنت جنبه الدنيا منورة لك. وانتوا الاثنين ماشيين على الصراط، هو بالنسبة له مدحضر وضيق ومظلم ويوقع، والتاني ماشي بيتنزل. كويس، يبقى المسألة تختلف وتتفاوت، يبقى أمور الآخرة ليها نظام مختلف، ليها قوانين مختلفة مش زي قوانين الدنيا. واخد بالك؟ زي بالظبط هديك مثال عالم المنام. تبقى أنت نايم وجنبك مراتك نايمين، انتوا الاثنين في سرير واحد وفي أوضة واحدة وفي غطا واحد. وهي شايفة منام إنها بتتعذب وإنت شايف منام إنك إنت في الجنة وإنتوا نايمين في حتة واحدة وفي وقت واحد وفي لحظة واحدة، إنت منعم وبتشوف النبي وماشي في الجنة قاعد يا سلام مش عايز تقوم من النوم، وهي قاعدة مش قادرة تاخد نفسها
علشان كانت حلت محشي قبل ما تنام، واخد بالك، فكبست على قلبها وجالها كابوس. يبقى هي مكبوسه وانت منعم، وانتوا الاثنين نايمين على سرير واحد زي بالظبط الصراط. السرير ده بقى هو الصراط الاخر. عالم المنام يشبه عالم البرزخ، لان خد بالك ان الاخره المحشر برزخ بين الايه؟ المحشر والجنه. او النار برزخ، ما هو البرزخ اللي هي المرحله الوسط بين مرحلتين. كما ان القبر برزخ بين الدنيا وبين الحشر. فهمت؟ فكل فالبرازخ والنوم برزخ بين الموت والحياه. فالنوم نفسه برزخ برضه بين النوم والحياه. عالم المنام هو عالم المسد؟ لا، عالم المسد شغلانه ثانيه، وعالم الخيال ده مش مساله ثانيه. دي ما تنقلنيش لحته بعيده، خليني هنا دلوقتي. فاحنا بقى ايه علشان تتصور المساله، ان اقول لك ان الصراط يبقى ده ماشي على صراط جنبك، ده ماشي بسرعه وانت ماشي بسرعه مختلفه، وانت شايفه ناعم وحرير وهو شايفه مدحضر وكله تعابين. وده صراط وده صراط، كده، لان كله على حسب عمل. وتصدق الحاجات دي في المنام. واضح؟ فيه دليل على أن أمور الآخرة ليست على أمور الدنيا في غالب أمرها، يؤخذ ذلك من أن الصراط بهذه الصفة يتحمل جواز جميع المؤمنين في مقدار بعض يوم من أيام الدنيا. طبعا لما تلاقي المؤمنين من أول ما ربنا خلق الدنيا لحد يوم القيامة دول ملايين ومليان مليارات يا عمي، والصراط ده يتحمل أنه كله يدخل فيه في وقت واحد وكله يمشي فيه في وقت واحد، بس كله صراطه على قد عمله. حاجة غريبة أوي، سبحان الله. يا وكل دول هيمشوا في مقدار بعض يوم من أيام الدنيا، لأنه جاء أن الحق سبحانه يفرغ من الفصل بين العباد مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، والجواز على الصراط في جزء من ذلك النصف. والعادة في هذه الدار أن ذلك القدر من جرم في الحالة والحدة لا يحمل من الثقل شيئا، فكيف يعني؟ بيقول لك ده احد من الشعره وادق من السيف، احد من السيف وادق من الشعر. ازاي بقى ادق من الشعره ويتحمل تقل الناس دي كلها؟ يقول لك اصل دي ليها نظام مختلف، الاخره دي ليها نظام مختلف، ما تقعدش بقى توزنها. فهمت؟ فكيف بثقل ذلك العالم العظيم؟ ولان الطريق الواسعه ايضا في هذه الدار لا يمر عليها من الجمع الكثير الا اليسير، فكيف مع تلك الرقه والدقه؟ وايضا فان الطريق الضيق هنا اذا كان على مهواه لا يملك احد ان يستطيع المرور عليه، وهناك اهل النجاه يمرون عليه وما عندهم من ذلك خبر، كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، فسبحان من هذه قدرته. الوجه العشرون، قوله عليه السلام: فاكون اول من يجوز من الرسل بامتي. دي كرامه بقى لامه النبي. ما هو خد بالك ان الصراط ده هيتيجي امم الموحده كلها من لدن سيدنا ادم لحد رسول الله. كل نبي بامته. فاول امه تجوز الصراط وتدخل الجنه النبي وامته. فنبقى احنا الاخرين الاولون. الاخرين يعني ايه؟ خلقا وايجادا وموتا. والاولون حسابا وتنعما ودخولا الجنه. كل دي بايه؟ اكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهو الاول والاخر صلى الله عليه وسلم. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي، في دليل لما ذكرناه أولا، لأنه عليه الصلاة والسلام عني بالأمة جميع الموحدين من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الوجه الحادي والعشرون، فيه دليل على فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل عليهم السلام، وفضل أمتي على سائر الأمم، يؤخذ ذلك من تقدمته عليه السلام بأمتي في الجواز على الصراط، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. فده يبين لك برضه فضل الرسل. حدش بيتكلم، كله مهموم باللي شايفه. حدش بيتكلم. اللي بيتكلم بس الرسل، والرسل بيتكلموا يقولوا ايه؟ يا رب سلم، يا رب سلم بس، ادي كلام الرسل. اللهم سلم، اللهم سلم. ولا يتكلم يومئذ احد الا الرسل، يعني حين الجواز على الصراط، لان لا في اليوم كله، بدليل ما جاء في كلام الناس أنهم يطلبون الشفاعة. أصل هم ماشيين على الصراط يلاقوا ناس بتقع وناس بتقع وناس بتتكب وناس
لك يا رب سلم عشان تعدي. فاهم؟ والتانيين انت طول ما انت ماشي شايف اللي بيقع من حواليك واللي بيت تبقى قلقان مهموم مش عارف حتى تتكلم قاعد مش قادر تاخد نفسك حتى. فهمت بقى المساله؟ لانها يبقى المسائل دي كلها بيوصف لك حال الناس وهم على الصراط مش عند المحشر. بدليل ما جاء في كلام الناس انهم يطلبون الشفاعه ويمشون من رسول الى رسول. ده في المحشر، ده قبل ايه ما يضرب الصراط. يبقى الكلام كان في الاول قبل ما ايه الاول يروحوا يقولوا انتوا ما تشوفوا احنا واقفين كده حكايه طولت قوي، هنشوف ربنا عايز يعمل فينا ايه بس ونخلص من المساله دي. لدرجه ان بعضهم متسرع يقول لك يا رب اقضي بالعباد ولو للنار بقى وريحني. طبيعه الناس المتعجله هم يروحوا لسيدنا ادم يسالوه يقول لهم لست لها، يروحوا لنوح لحد ما يروحوا لسيدنا رسول يقول انا لا انا لا، يسجد يبدا الشفاعه يبدا الحساب. وبعد ما يبدا الحساب يتجلى كل معبود من دون الله لأمتي التي كانت تعبده فيقودها إلى النار. وبعدين يضرب الصراط للأمم الموحدة تعدي بقى. أول ما يضرب الصراط للأمم الموحدة تعدي يلاقوا إيه؟ المنافقين اتحجزوا والنور ضلم عن بعض الناس وناس قاعدة بتقع وناس قاعدة يقوموا يقولوا يا رب سلم يا رب سلم. تبتدي بقى هنا الكلام للرسل اللهم سلم، والباقيين ما يتكلموش. كله ملخوم في طريقه. عايز يعدي ويخلص. عارف قلت ان في الحساب بمقدار نصف يوم من ايام امال في ايه بمقدار 50,000 سنه تقريبا؟ ما هو ده على الكافر، على الكافر. يعني الزمن هنا بيتفاوت طبعا، الكافر يطول على الكافر ويقصر على المؤمن. أنهم يطلبون الشفاعة ويمشون من رسول إلى رسول، وما يحتاج الناس بعضهم مع بعض عند الحساب. ومن كلامهم في هذا الحديث مع مولانا جل جلاله حين يقول لهم أنا ربكم، ويوم القيامة يوم واحد والأهوال فيه مواطن مواطن، فعبر عن كل موطن باليوم. وهذا سائغ في لسان العرب من تسميتهم البعض بالكل والكل بالبعض، كما تقول جاء زيد يوم الخميس، وما جاء من اليوم إلا في ساعة واحدة. وبهذا المعنى يجتمع كل ما جاء من الأخبار في يوم القيامة، لأنها كلها أخبار والأخبار لا يدخلها نسخ وهي كلها حق. الوجه 22 فيه دليل على شدة الهول في ذلك الموطن، بدليل أنه لا يقدر أحد أن يتكلم، لأنه لا يمنع من الكلام لا سيما من الدعاء إلا الهول العظيم. ومما يدل على ذلك كلام الرسل عليهم السلام الذي هو دعاء بالسلامة وهم الآمنون. الوجه 23 فيه دليل على أن الدعاء هناك يرجى قبوله والخير من أجله، ولولا ذلك لما كانت الرسل صلوات الله عليهم يدعون. يبقى الدعاء ممكن يستفيد به الإنسان وهو برضه يوم القيامة، بدليل أن الرسل بتدعي. الوجه 24 فيه دليل على فضيلة هذه الصفة في الدعاء، وهي قولهم عليهم السلام اللهم، فلولا ذلك لما كانوا يدعون بها. في بعض العلماء يقول لك اللهم هو اسم الله الأعظم. اللهم ده اسم الله العظيم. فلولا ذلك لما كانوا يدعون بها في هذا الموضع العظيم. وقيل ان معناه اسالك بجميع ما سئلت به. اللهم كلمه اللهم دي يعني اسالك يا الله بما دعاك به كل الناس. شوف ما دي اللهم ما داخله فيها ما دعاك به كل الناس. شوف قد ايه يعني ممكن تقول اللهم 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 اسم وخلاص تبقى دعيت وتركت الامر. زي تقول ساعات ربنا 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 يا ربنا امين، لان علمه بحاله يغنيك عن سؤال. هي. بيقول دائما يعني السؤال يا رب، من اجاب يا رب افضل من الله يعني. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده بس؟ انا كنت قرات يعني ان هو ماله ده راي بعض العلماء يعني. بيقولوا ان يعني الرب رب عطاء، لكن يعني إله هداية هداية. نعم. يا رب دي يستوي الدعاء بيه لكل الكافر والمؤمن يقول يا رب. كل الناس بتقول يا رب، عملوها أغنية. يعني كافر ومؤمن يقول يا رب. لأن عطاء الربوبية ليس محظورا عن الكفار، الكفار بياخدوا عطاء الربوبية. إنما اللهم خص بالموحدين عطاء ألوهية هداية. واضح؟
بس. فإذا نظرت لعموم اللفظ فيا رب أعم، إذا نظرت إلى خصوص اللفظ وأهل الخصوص فاللهم أخص لأهل الخصوص فتكون أفضل لأهل الخصوص. فهمت بقى المسألة؟ فلينظر إليها من حيث العموم يقول لك يا رب أعم، ولينظر إليها من دعاء أهل الخصوص يقول اللهم أعلم، وهكذا. فهي وجهات نظر. وعشان كده القرآن جاء بالاثنين، يقول ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا أتينا في الدنيا حسنة، واخد بالك ازاي؟ وهكذا يعني وردت الاثنين الدعاء بالطريقة دي. الوجه 25 قوله عليه السلام في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. مش شوكة صغيرة كده، لا ده تانية بقى، حاجة تانية، بس هو التشبيه في الصورة وليس في الحجم. فيه من الفقه التشبيه في الأخبار، إذا عرفت ما يشبه به أنه أبلغ في البيان، لأن شوك السعدان كثير في البرية، له أطراف شديدة الحدة، إذا تعلقت بشيء قلما ينفصل عنه إلا وقد أخذت منه، فإذا كانت هذه هنا على هذه الصفة مع وسع الأرض ودقتها هنا، فكيف هناك مع ذلك العظم وضيق الطريق؟ فانظر ما أبدع هذا التشبيه، وإن الذي يتعلق به إما ترميه في النار وإما تخردله، يعني تقطعه، كما أخبر عليه السلام. وفيه أنها وإن كانت بهذه الصفة لا يكون تعلقها بأحد إلا بقدر ذنوبه، فهو بمعنى المتخردل، ويكون تشبيه التخردل بقدر الذنوب التي من أجلها تعلقت، فاحذر أيها المسكين هنا تنجو هناك. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن النار تقول للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك نور وجهك لهبي، فشتان ما بينهما. الوجه 26 فيه دليل على عظم القدرة، لأن تلك الكلاليب لم يذكر عليه السلام أنها في أيدي زبانية، وإنما ذكر أنها في جهنم دون محرك يحركها إلا القدرة. الوجه 27 فيه دليل على أن المعلم يسأل من علمه عما يعرف أنه يعرف، حتى يتيقن بالتحقيق أنه قد علم، يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم، وهو عليه السلام يعلم أنهم يعرفونها، لكن الحكمة حتى يتيقن أنهم قد عرفوا. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الوجه ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم يا سلام، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي سلمته من كل نقص وعيب، وحليته بكل كمال وجمال، صلاة أسلم بها من كل نقص وعيب، ويسلم بها المسلمون من لساني ويدي. اللهم يا مؤمن، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي أمنته على خزائن الملك والملكوت، صلاة يأمنني الناس على أموالهم وأعراضهم، وأحب للمسلمين ما أحب لنفسي، ويصير النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي، حتى يشرق نور اليقين على قلبي فأبلغ به مقام الصديقين يا رب العالمين. اللهم يا مهيمن، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي جعلته مهيمنا على خلقك بقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، صلاة أهيمن بها على نفسي رقابة وتزكية ومحاسبة حتى لا أغفل عنك يقظة ومناما يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.